الأزمة الدبلوماسية التونسية المغربية لموقفه من قانون تجريم التقضية. القضية الصحراء. مثلا نلقى السيد غازي شواش يقول صعيد يتجه نحو تدمير علاقاتنا مع الدول الشقيقة، صحيح ولا مش صحيح؟ توا أحكام الزعماء اللي معناه داخلين في المعركة السياسية تربطهم هما. أنا مانيش داخل في معركة سياسية، مش في معركة سياسية، لكن أنا أقول لك تونس معناه محترمة وقائمة، ومعناه موقفها مفهومة في التحركات الدولية، وشركائنا شادين بنا، وآخر معناه موعد هو مع صندوق النقد الدولي، معنا استجابوا معنا، طلبنا 4 مليارات، اعطونا 2 وحتى منقوصين، لكن يجاوبوا. اليوم ما عادش وقت اللي تستفيقهم. اليوم ما عادش عندنا مكتب إدارة مصالح في إسرائيل، ما عادش عندنا. أغلقناها. خطأ تعتبر إغلاقه؟ لا، وقتاش أغلقناها؟ أي. وقت اللي قامت الانتفاضة الثانية بعد ما شارون اللي كان في المعارضة ما كانش في الحكم. أي صحيح. توفى شارون. وقت شارون كان في المعارضة، زار القدس، المسجد، الساحة القدسية. قامت الانتفاضة الثانية في فلسطين، قروا جميعا في القمة العربية اللي انعقدت في 48 ساعة، قطع جميع العلاقات، قطعناها. طبعا اللي عندهم سفارة سابقة ما غلقوش، لكن احنا والمملكة المغربية اخطأنا. واضح. المملكة المغربية معنا، سبقتنا المملكة المغربية باش تكون، لان ياسر عرفات طلب منهم باش يكونوا غادي. فهمت؟ وقتها الحسن الثاني كان رئيس لجنة القدس في المجموعة الإسلامية. فهمت؟ واحنا تونس كنا محتضنين القيادة الفلسطينية. واضح. معناها اكثر من 10 سنين الإسرائيلية في عمق الطرح التونسي للسلام قبل حرب 67. احنا ايش قلنا لاخواننا الفلسطينيين والعبد الناصر والعرب في المشرق في أريحة، خطاب الحبيب ايش يقول لهم؟ يقول لهم احترموا معناه الشرعية الدولية. الأمم المتحدة قررت تقسيم فلسطين التاريخية الى دولتين، دولة عربية فلسطينية ودولة يهودية إسرائيلية. احترموا الشرعية الدولية، تعتبر روحكم أقوى. إذا كان ما كمش معترفين بهدايا، راو التاريخ باش يهريكم. خطاب الشهير البورقيبة اللي خذوا طالب. طبعا لا، مش خذوا طالب، ما تاخذ إلا الشيء اللي يعطيك قوة أكثر مما كنت عليه. قال خذوا ثم طالب الباقي. هذه التأويل متاع عبد الناصر وقتها، قال خذوا طالب ولو يعطيك قشرة. ما ناخذوش قشرة، احنا ناخذوا الشيء اللي دعم القوة متاعك، وهكا غنمنا الاستقلال متاعنا، ما خديناش اللي يجي. واضح. شكرا. ما ناخذوا الا معقل القوة. مش سهل باش ياخذ واحد اجابه واضحه من رجل دبلوماسي كيفك سيد احمد ونيس. يعني اليوم تقريبا عندنا 40 دقيقه، موقفك من التطبيع ما عرفنيش معاه او ضد، مش واضحه الاجابه، اجابه دبلوماسيه. ما عندناش معارضه لمبدا الدوله الاسرائيليه. التطبيع مع اسرائيل في حاله سلام تحكي عليها، ما في حاله اليوم في الظرفيه اللي نعيشوها اليوم عندنا حل سلام. اسرائيل ما عندهاش، ما عندهاش حل سلام. ضد التطبيع، واضح. ما تحبش تقول، تحبش تقول في التطبيع به. ينجم يكون التطبيع حل احنا اقتصادي، انصار حل اقتصادي، انصار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية بالشروط اللي الدولة الفلسطينية تعتبرها تتناسب مع امكانياتها وقدراتها. واضح. احنا نجيو نضغطوا عليها، هاوش يلزمكم تعملوا؟ شبينا احنا نسلطوا في ابوية على غيرنا؟ احنا قاومنا الهيمنة، قاومنا الاستعمار وقاومنا الهيمنة متاع عبد الناصر ومتاع بومدين، باش اليوم نسلطوا هيمنة على اخواننا الفلسطينيين. صح. هما صح اصحاب السيادة. واضح. من قبل نحكيوا على العودة الى التاريخ، وبدينا في تاريخ تونس. لو نسألك، انا اسعد فترة عاشتها تونس الدولة التونسية، فترة اللي عشنا فيها ازدهار، عشنا فيها انه الشعب كان مرتاح، ما نحكيوش على المشاكل هذية، ما نخموش في المشكل تاع القوت اليومي متاعنا، ما عندناش الصف هذية اليوم على ابسط الحاجات. انا اسعد فترة سيد احمد ونيس، الفترة اللي تونس تشعر فيها بالامل، وقت اللي الامل يتوقف هذاك هم،
من هموم تونس. أما باش تقول لي جيت فترة عشناها قبل الاستعمار وبعد الاستقلال اللي كنا فيها في رفاهة وكنا فيها متنعمين وكل عمرنا ما عشناها. حياتنا الكل نؤمن بالكد والجد والخلق بقدرة الإنسان، لأن فما اقتصاديين اثنين، اقتصاديات اثنين منزلة على الدول العربية، فما اللي مركزة على الإنتاج وقدرة الإنسان على خلق الثروة. هذه الاقتصاد التونسي واقتصاد المملكة المغربية، وفما اقتصاديات أخرى مبنية على ثروة تنبع من الرمال يقلبوها إلى عملة صعبة ويشريوا بها ما يحبوا، بما فيها السلاح، بما فيها الهيمنة على غيرهم. همت احنا مش هذه الفلسفة متاعنا، حياتنا الكل نشقى. واحنا نشقاو، والميزانية التونسية صعبة، والأمطار تزيدنا ثقل على همومنا، وأيام معنا سنوات الأمطار ناخذ نفس ونغطيه به 2-3-4 سنوات شح. صح. وحياتنا الكل واحنا تحت الكد الرجل والمرأة. وقتاش بدينا الهموم متاعنا مسكين وقت اللي تخلينا على فلسفة الكد والجهد. صح. وقت اللي ولات الفلسفة النقبية تعوض الكد ب أوكا أنت اعترفت لي اللي أنا نخدم عندك، ولذا أعطيني الساعة ما هو واجبك أنت، بعد أن نعطيك واجبي. هالعقلية هذه فساد، لأن تقدم الكد وتقدم الجهد وتقدم معناها حقك فيما يخص المجازات وتقبل بالتضحية، والتوانسة كل يقبلوا بالتضحية. صح. صح. وإحنا حياتنا عديناها قابلين بالتضحية، عمرنا ما تمتعنا، عمرنا ما تمتعنا، ما نعرفوش معناها متعة زهد الحياة ولا الجهد. الجهد اليوم مانيش قاعد نشوف الجهد في الشباب، مانيش قاعد نشوف الجهد معناها في المؤسسات. وأيام التسعينات اللي كانوا يقولون أحسن فترة وكل أسطورة كانت أنا وهم، هذاك التجيل متاع بن علي، تجيل هذاك التجيل متاع بن علي. أيوة. بعد المندوبة السامية متاع الأمم المتحدة نافي بيلاي بعد الثورة التونسية قالت أنا ندرج مفهوم جديد في مقاييس الأمم المتحدة وهو الظاهرة التونسية، يعني نحن الأمم المتحدة في الإحصائيات متاعنا نقيم المجتمع الفلاني وأنه مجتمع متفوق اقتصاديا وقت اللي هو منخرم، والثورة التونسية أعطتنا الدرس كشف في هذا. ولذا يلزم من يمثل الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية الاقتصادية والإحصائية والشباب والمرأة وحقوق الإنسان والاقتصاد، يلزم يأخذوا درس من الثورة التونسية. يعني اللي حب يغطي بن علي كان عنده يد حتى على الأمم المتحدة، الإخفاقات معناه بتدجيل، همتى ما نزكيوش احنا التدجيل هذاك. اليوم لازم نقوموا المعطيات والمقاييس اللي نحكموا بها على اقتصاديات العالم وعلى تقدم العالم بصفة صحيحة، والمثال التونسي مثال تاريخي ممتاز. معناها خطاب نافي بيلاي معناها في الأمم المتحدة أمام مديرين جميع مؤسسات الأمم المتحدة على أساس المقياس التونسي في المقاييس، هو اللي غطي التدجيل اللي خرج في سنوات التسعينات في سنوات بن علي. برشا سؤال، برشا أسئلة قاعدة تعاود، وأهمهم سيد أحمد هنيسي نتوجه لك به السؤال هذا، ما هو موقفك من التطبيع اليوم؟ هل ضم صوتك لكلام رئيس الجمهورية في 2019 إنه التطبيع خيانة عظمى، أنت مع أو ضد تجريم التطبيع أحمد هنيس؟ أنا ما نجرم شيء، أما ما نتحرك القضية الفلسطينية إلا باتفاق مع القيادة الفلسطينية. أنا ما نجرم شيء يعني ماني ضد التطبيع، أنا ما عنديش حكم مسبق معناه ولاية على الشعب الفلسطيني. إذا كان باش ننزل نفسي منزلة الوالي على القضية الفلسطينية وحاضرها ومستقبلها، أنا نولي عبد الناصر، أنا مانيش عبد الناصر،
أنا نتفق مع القيادة الفلسطينية أشنية مصلحتكم. ما تقولش نرمي إسرائيل وراء الحرب. نتكلم ولا ما نتكلمش؟ ناخذ الكلمة ولا أسكت في النقاش الفلاني؟ نتقدم بمبادرة ولا لا؟ نزكي المبادرة اللي قدمتها الدولة ولا لا؟ أنا أقتدي بما يحكمه المقاتل الفلسطيني على استقلاله وذاته ومستقبله. ما يساعده ما يخفيش على الناس اليوم ما يساعدش فلسطيني ده اللي تتبيع دولة عربية مع إسرائيل. هذاك علاش ما طبعناش؟ هذاك علاش ما طبعناش؟ وقتاش طبعنا احنا؟ لا 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 وقتاش فكرنا في التطبيع اليوم ولا ما تروح الموضوع يتحكي عليه؟ قلت لك من أهم اتفاقيات إبراهيم شنية هي؟ ماي فلسطين انضمت إلى المشروع اللي اقترحه لحبيب بورقيبة على الزملاء العرب والقيادة الفلسطينية وقت الشخير. الكلهم كانوا ضده والكلهم خينونا. كنت أنصح عليكم ربي هنيكم. بعد حرب 67 أدركوا العبقرية اللي كان عليها بورقيبة تونس وانضموا إليها. وبالخطوة بالخطوة وبعد مبادرة الملك عبد الله ولات طرح السلام العربي لدولة إسرائيل. طرح السلام اللي تمت المصادقة عليه في مارس 2002 في بيروت في قمة بيروت فهمت بمبادرة من ملك السعودية. لكن هو الطرح الجوهري التونسي اللي مرتب ولو 8 نقاط هذاك الطرح الإسلامي. احنا قابلين مبدأ الاعتراف بالدولة الإسرائيلية في طرح السلام. في طرح السلام عندنا أي. طرح السلام ولا بال 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 بالإجماع العربي طرح بيروت مارس 2002. طيب إيش فيه؟ في اعتراف بالدولة الإسرائيلية بعد ما الدولة الإسرائيلية تنسحب من الأراضي المحتلة وتعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرق القدس الشرقية ومجازات اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرار 194 نتاع هذا الكل مرتب مكتوب موجود ولذا مبدا الدوله بايجاز. ما عادش عندنا برشا وقت سيد احمد دونيس نعملوا ريشيرش صغيره عليك في الانترنت نلقاو دبلوماسي تونسي معادي للنظام الجزائري. مواقفك تحتسب كانك معادي للنظام الجزائري وهناك حقد غير مبرر على الجزائر بسبب تصريحاتك ومواقفك في اكثر من مره. كيما في المقابل يقول احمد دونيس مهلل للمملكه المغربيه. يعني دينير مو كان تدخل ليك في قناة مغربية شهر التالي تقريبا قلت نحن لا ننسى الخطاب العظيم الذي قدمه الملك محمد السادس في المجلس التأسيسي بعد الثورة ولا ننسى تجوله بكل ثقة في شوارع التونسية ولا ننسى مساعدته لنا في الكورونا. يعني مواقف تحتسب لك كأنك معادي لدولة الجزائر ومهلل للمغرب. شو العلاقة ما بينك مع الجزائر والمغرب؟ كل جامعة محمد السادس أظن في الاحتفال بال الدستور التونسي متاع 2014 جاء رئيس الحكومة الجزائري السلال. وينو السلال؟ اش عملوا به الشعب الجزائري؟ مش محكوم عليه بالسجن توا في الحبس فقط لأنه جاء مع الملك؟ لا لا طبعا. لأن النظام الجزائري النظام العسكري هو اللي كان أشد الأنظمة على الإنسان الجزائري. شأن داخلي هذا سيد أحمد دونيس، شأن داخلي وشأن الجيران متاع الجزائر، شأن داخلي هم دولة وشأن الجزائر وشأن الجيران متاع الجزائر. أي. وقت يبدأ نظام عسكري تطمئن ليه أنت؟ تطمئن ليه الشعب الجزائري مازال كيعمل الاستفتاء؟ يا ريت الشعب الجزائري. شكون اللي حط النظام العسكري الجزائري؟ مو الشعب الجزائري. الشعب الجزائري من خلال الحراك. يعني الشعب وينو الحراك اليوم؟ شعب جزائري موافق نحن ندخلوا في شأنه الداخلي ونعطيه آراءنا في أكثر من مرة. الدور التونسي أنا وقت اللي نتكلم على وطن في أكثر من مرة المغرب الكبير تستنكر تصريحاتك. ما وش تدخل هذا كوطني وتقول في شكل اعتذار إنها غير رسمية. تستنكر الدولة التونسية تصريحاتك أحمد دونيس في أكثر من مرة. أنا لما نتكلم على الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا نتكلم على وطني الكبير ونعترف لهم ليهم هما بالحق باش يتكلموا على وطني. ما نعتبروش تدخل
لا ثانيا درنير مو نائب سابق جزائري قال يعني في كلام في خطاب ليه قال تونس تعتبر ولايه من ولايات الجزائر، يعني طلبنا باعتذار رسمي حتى وطلبنا باعتذار، والسلطات الجزائريه اعتذرت على تصريح كيفن هذا واعتبرته غير مسؤول. يعني نحن بالمثل زاده ما نقبلوش ندخلوا في الشان الداخلي الجزائري. احمد ونيس احنا نتكلموا على على المغرب الكبير وهو وطننا بكل حقيه، عندنا الحق نتكلموا. علاش؟ لأننا نؤمن أن مصيرنا مشترك، أن مصير الجزائر هو مصير تونس. الجزائر لما الجزائر تخضع إلى الاستعمار ما تعديش معناها 100 سنة قبل ما تونس تولي مستعمرة والمغرب تولي مستعمرة. الجزائر ليست وقت حليف. اللي نتحروا أي. تتحر المغرب تحر تونس تحر الجزائر. الجزائر كيستحقها ولذا ما كانهاش أحمد ونيس. ولذا مصيرنا مشترك. جاوبني على ذي ونكملوا به الحوار. الجزائر وقت اللي استحقيناها في أقصى وأصعب ظروفنا دير في السنوات هذه ما لقيناش الجزائر. احنا نلقاو الجزائر والجزائر تلقانا. اي اما لقينا الجزائر ولا الجزائر تلقانا واحنا نلقاوها. اللي يقولوا احمد وان شاء الله حياتنا الكل هكا، لاننا اخوه فوق كل اعتبار ونبقاو اخوه. تصريحاتك والشعب الجزائري هو البطل. تصريحاتك ما تفسدش بعض العلاقات الدبلوماسيه. قلت لك دوله تستنكر في بعض الاحيان تقول غير رسمي. الدوله دوله 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 الضمير ضمير. انا نتكلم على تونس وعلى الجزائر وعلى المغرب، هذا ابعد بكثير من دوله من الدول من قطره من قطرات التاريخ ده. اللي مار التاريخ يجي فقط. ننهي احمد ونيس اللي يقولوا معاد للجزائر ولا ابدا ابدا احنا اخوان اكهو ممتاز.